مبسوط جدا ومتحمس جدا بس متوتر جدا في نفس الوقت. انا شايف ان كان ممكن اخد اعلى من كده بس انا اكيد مش في اول اسبوع هاخد 8 و7 وحاجات من دي، فمبسوط باللي حصل يعني، مبسوط عشان يبقى في حاجات اشتغل عليها الاسبوع الثاني والثالث واطور نفسي يعني. ارفع رجلك نزل بقى، صعبه جدا بس اتس فان. صوتوا لي رقم 9 وصوتوا لانتوني توما.